صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد من دروس السنة السادسة ابتدائي من كتاب في رحاب اللغة العربية، وعلى بركة الله سنبدأ. ودرسنا اليوم هو التراكيب، جزم المضارع الصحيح والجملة الشرطية. إذن هنا أيضا تمارين عن الدرس الذي درستموه الذي هو جزم المضارع الصحيح والجملة الشرطية. إذن لدينا هنا استثمر، أكمل جواب الشرط. إذن هنا ما تزرع تحصد، إن تجتهد تنجح، من يعمل خيرا يجد خيرا. أيضا هذا الدرس سأترك لكم رابطه لكي ترجعوا إليه لكي تفهموه أحسن. هنا أركب الأفعال الأتية في جمل مفيدة، ينتبه يحتفظ يراجع. إذا هنا كتبت جمل بخصوص هذه الكلمات، لدينا هنا ينتبه، لم ينتبه السائق إلى إشارات المرور، يحتفظ ليحتفظ كل منا بأسراره، يراجع من يراجع دروسه ينجح. أضع لما أو لام الأمر مكان لن، إذا هنا سنحذف لم وسنبدلها بلام الأمر أو لما. إذا هنا كتبت ضاع الكتاب لأجده، مرت الشهور ولما أنسى ما حصل لي في السنة الماضية. أضع مكان نقط حرف الجزم المناسب، إذا هنا كتبت لم يتخلف عن مواعيد انطلاق الرحلة، ذهبت الحافلة ولم تعد، لا يرافق الأشرار، لنقم برحلة إلى الجبل. هنا أتمم الفراغ بما يناسب، لدينا هنا إن تجتهد تنجح، من يطلب يجد، ما تزرع تحصد. لدينا في رقم 6 أعرب الجملتين الآتيتين، لم يتخلف أحد عن الرحلة، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ما تفعل من خير يعلمه الله. إذن هنا تعريب لهاتين الجملتين في هذا. إذن هنا لدي لم حرف جزم، يتخلف فعل مضارع مجزوم بلم، أحد فاعل مرفوع، عن حرف جر، الرحلة اسم مجرور. أما الجملة الثانية في آية قرآنية، ما أداة جزم، تفعل فعل مضارع مجزوم بما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة لاتصاله بواو الجماعة، وهو فعل الشرط، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، من حرف جر، خير اسم مجرور، يعلمه فعل مضارع مجزوم بما، هو جواب الشرط، فالهاء مفعول به منصوب، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. الحمد لله انتهينا، إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى، دمتم في رعاية الله وحفظه.